صالي لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم دايرين مع الدراري كيتسناو فيا، تعطلت عليهم دابا. هما دابا في انفا بليس، كانوا في نيفادا ومشاو لانفا بليس. هما راه تعطلت عليهم كيتسناو فيا، وغنمشيو تما غنخلقو معاهم تما الجو، وغنبلبلو معاهم الدراري تبارك الله تما كيقصرو مزيان. غنمشيو ونخلقو معاهم. يلا نتلاقاو في الفيديو. بيس. يو صالي لا فامي، اخيرا رجعنا لكم. احنا باقي غاديين هنا على جنب البحر. لا الله، شوف الجو زوين اليوم، الشميشه واللعيبات. المهم نبارطاجيو معكم البلانات كاملين، شوفوا البحر هنايا. ها هو البحر، انه البحر يا بحر. احنا مازال غاديين. المهم دابا حنايا حدا ماغدو ديال لا كورنيش. يا عمرو جرى هذه البلاصه هذه، ها هي حشو. ها ما قدو هنايا. او ايمن اخيرا جعدنا ايمن. واش الدراري العشير ديالو، البيكالات ديالو من هنايا. انا بغا يشرح اللعيب يا شاف. لا ايمن، عرفهم عرفهم ايمن براسك. ايمن وريهم شنو كدير. العشير حتى هو غادي يوريهم شنو كدير. يقول لي الدراري الاخرين مازال جايين. نتسناو الدراري الاخرين ونمشيو نخلقو معاهم ونشوفو شنو كاين. يلا نتلاقاو مع بعض. يو لا فامي، حنا غاديين مع الدراري هنا. غنمشيو نخلقو معاهم. والله حتى نينجا حتى الدراري هذا. مازال غنتلاقاو مع الدراري الاخرين، نينجات كثار منهم. وشوفوا البلان كيفاش داير هنايا. انا راه غادي بشويه، انا كندير داك السوكان ديال الوالدين غادي بشويه. سير ايمن وريهم اللقطه. هما نورمالمون. سير اللقطه اللقطه. هاي هاي دوز دوز. وي 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 واحد اخر هنا. هز هز هز، راه الشوك غادي يمشي. الخيلية هذا اللي احتاج. ما تدخل لا حتى تنوصل. زيد بوي زيد بوي براود تابونا ودري. سير العشر سير بنتك امين. الدراري تكيسوا علينا شويه في الطريق. اجي خليتوني. يلا دابا كلشي خاص يبان دابا. وحنا نشدو
نسيم وري يما نسيم وري مشى الاخضر ديالك. عندي شنو عاد دورك؟ عندك شتي بحالي؟ تبقى حدايا انت حنا نراوش فهمتي؟ حنا كنمشيو وجه للطيطوار. يا الدراري حنا كنجمعو دابا في الخيلية دابا هما الدراري هنايا الدراري الدراري على ثلاثة غنديرو شي غوطة الله يدير الخير هما معانا الدراري هنايا الله يدير الخير أي واحد أي ابتكارة في المغرب أي ابتكارة في المغرب سيروا الدراري يلا السلامة خالتي اي بيكالا في المغرب نتحداه وياك ولا لا اي بيكالا عمر العوض ها هو معنا هنا يوسف السان خلاص بارك الله هو الدراري هذا النهار الدراري مرحبا به ابو رو عنده تويا الله يبارك شجعوا غتوريو دابا مع متعلقه بالبيكالا غتوريو شنو كدير دايلي مع حتى هما غادي يوريو اول واحد هو غيدير الافتتاحيه دابا غادي يوريكم اول حركات اللعيبات ديالو
هكا هكا واش الدراري مازال مع الدراري هنايا مازال كنسركلو معاهم هنايا نشوفو معاهم البلانات هنا كيديرين قاديين البيت ليه هنا هما البوليس ما كيخليهمش يقصروا كيبقاو النهار كامل وما كيجريو تابعينهم الدراري اذا ديما كتبقى هربان للبوليس قام البوليس عاوتاني راه يلاه داز هربوا اليوم ليه نمشيو عند الدراري ونسولوهم اسئله اللعيبات كذا ونشوفو نجاوبوا على الاسئله ديالكم لا يلا مشيو عند الدراري واش المهم الدراري معنا يوسف هنايا وغادي نسولو على الاسئله اللي كي اللي بنادم كيطيح في دوك الاغلاط اللي كيطيح فيهم بحال الناس اللي كياخذوا بيكالات غاليين من السوق اللي في البيكالات اللي كيدوروا في السوق هنايا هو مع الخبره ديالو هنا في البيكالات والدراري هنا راه كيعرفوا في البيكالات هو غيعطيكم النصائح باش ما يتحد ما يتصيد سير اخويا الكلمه لك شنو نقول بالنسبه للبيكارات كاينين دابا في السوق واللي عاطين العين فهمتي دابا ولاو كيلعبوا على الديزاين شنو تقول للدراري باش ما يتقدموش فيها البيكارات بحال هاش بحال هادي بحال هادي كاين هاد الدراويش بحال دابا هاد الماركات اللي مكتوبه هنا في تي تي فهمتو في تي تي ماتريكس في تي تي ماتريكس ايطاليانو اسمعوا الطرف قصوا معايا مزيان ايطاليانو ايطاليانو باش يطاليان حيت كيكذبوا على الناس كيقول لي واش تقول له واش هذه ايطاليانو واش الماركه ديال الطاليان تقول اه هذا ساعه ديال الطاليان ناض ديال العيبات احس بشوفه في ايطاليا ملي هادشي والله فراي بترتب على حتى سبيل الوطن انا ما كنقولش هاد الهضره هذه باش تطيح زعما نقطع رزق بلادي من العيبات الرزاق والله انا كنقول هادشي اللي كاين حيت بلادي بدون الصراحه فهمتي نقول لهم ومغلي انا مزيان العيبات باش نقول ليه تقصار وصحيحة وتكذب على الدري واللعيبات فهمتوا تقول هذا الشيء اللي كاين ماتريكس ايطاليانو ركزوا معايا ماتريكس ايطاليانو شنو عاوتاني هاد اللعيبات مكتوبه فيه في تي تي كيقولوا من السي ديالهم غير السمي غير السمي دابا واحد البيكار دابا كانت شي واحد سميتها ماتريكس طاح خسرات السمعه ديالها اش داروا هي نيت بدلوا لها السمي رجعوا ايطاليانو وبلاد بصحاب البيكار واحد جديد دخلت راه هي هي تعرفوا ما كادرات من الزواق هادو كيف الدريب دايرين ها الفورج الفورج شوف شوف دابا هذا فورج دابا واش هاد الفورج هو هاد الفورج ها باش تعرفوا اللي كاين بالنسبه لشي واحد ما عندوش ما حاولش لعيبات راه يقدر يبدا بهاد الشيء فهمتي يبدا به او تبدا باللي كان انا بادي بواحد واحد يمشي على كيتجاهدوا بعدا في الاول حيت كاين دابا اللي غادي يمشي عند والده يقول لي والو تشري لي وحده 4000 درهم ولا 5000 درهم اي زير فهمتي اي زيرو ويخرج هو باقي ما عارفش ما كيعرفش يخسر ما كيعرفش باقي ما كيجيريش البيكاله في طاقه يديوها لي فهمتي يعني ضايع ضايع يا خو شي بيكاله اللي تكون عاديه وما يتصيش ودي معاه شي واحد اللي كيعرف ماشي بحال دابا الدراري هنا راه مجموعين عندهم خبر على البيكالات يعني راه دي معاك واحد هو غيكون عارف كيفاش مقدام يقول لك حتى اي واحد كيبيع ويشري غيقول لك بلي هادي راه واعره هادي راه هادي احسن بيكاله في العالم فهمتي قال لي فوقاش تشري اش يقول لك في الاخر شي عنده تقول ليه راه تقول ليه راه بيكاله عيان يقول لك خويا فلوسك راه هذيك اللي تبيعنا وتشرينا يقول ما غيرش لك فلوس بالنسبه لي انا ماشي جيت وبديت بهاد البيكاله هادي ولا لا لا انا هادي شاريها راسي ما شاريش لي والو ما شاري لي حتى شي واحد وشاري بالمال الخاص معذب عليه باش شريته باش طلعت بيس بيسة حتى واحد ما شارى ليا دابا قلت لصحاب لي انا راه هو اللي عاطيه ليا ولا شي واحد كسر فيه هادشي شاري انا راسي وبهاد البيكاله لا فيري عيل من هاد البيكاله تقدر تكون تفرج فيه انت دابا عندي عيل من اتفس بيكاله كانت عندي دخلوا الانستغرام ديالي تلقاو واحد الراري تلقاو واحد صافي ما بغيش الواحد تبقى درويش تبغي الطاغيه كل واحد طوغيه ارض وسط لافيرا ديال لافيرا اش ما غادي درجه درجه تكون عندك لافيرا ديالك شده
خدام بهم غتعلم من هنا دخل يوتيوب تفرج هنا تفرج هنا تفرج هنا خذ اكسبيريونس وتعلم مزيان عاد جمع فلوس دير خطوه لقدام عايز خذ شي حاجه محسنه شويه عاد من بعد فهمتي بشويه بشويه طلع لي فما يمكنش تنقص من حمار طياره اسمحوا لي هذه المصالح هذه هي ديال حمار طياره كاين شي وحده تبغوا ينقصوا هو اصلا بادي باقي ما باديش وباغي ينقص شي حاجه اللي اكثر من الجد ديالو تمشي يطلب والديه قصر فهمتوا بزاف يا الدراري رجعنا لكم كان هذا هو البلان دابا راه شي راه معايا انا كتستافدوا انا دابا راه عطيتكم المعلومات الاساسيه للعيباش الباج ديالهم اللي عندهم دوك اللعيباش كاملين المهم دابا قريب نتواعدوا معاهم غنتسناوهم يديروا لينا شي بوستيرات شي لعيباش باش تشوفوا البلان ديالهم ومن تما غنشدوا الطريق في هذا المنظر هذا الجميل حدايا الجامع هنايا واو لا منظر منظر جميل جدا احردا سيارة عشيري الذهبي سيارة والذهبي غيرجع عليكم عوشان نينجا بعد غياب طويل الله يلا نينجا وغادي يرجع عليكم سيارة عشيري سيارة ديك عشيري سيارة يو الدراري جينا غادي باش نحصلوه هنايا ومكان هذا هو الاخر الفيديو نتمنى الفيديو يكون عجبكم تنساوش ابوناو في الشين تخلي لي كومونتير لعيباش راك عارف شنو غديروا المهم معنا هنا الدراري علي معنا دافي كازا دافي دافي معنا الدراري بدر بدر ياسين ايمن ممكن هذا هو البلان تقاشعوا في فيديو اخر في سلاقه